وقعت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وعصرنة الإدارة مذكرة تفاهم مع مجموعة أوراكل الدولية الرائدة العالمية في تكنولوجيا المعلومات. تهم إنشاء مركز للخدمات الصحية الضخمة بالمغرب، الأول من نوعه بمنطقة شمال إفريقيا، باستثمار قدره 1,400,000,000 درهم، حيث سيوفر هذا المركز خدمات جد متطورة وسهلة للاستعمال للمغرب وللعالم. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش أول أيام النسخة الثانية من معرض جايتكس إفريقيا التي تحتضن فعالياته مدينة مراكش. اليوم وقعنا على مذكرة تفاهم مهمة مع شركة ديال أوراكل الدولية، إحداث مركز ديال البيانات السحابية الضخمة إيبرسكيلر في المغرب. هذا أول إيبرسكيلر في المغرب وشمال إفريقيا باستثمار قدره 1,400,000,000 درهم. هذا الإيبرسكيلر شنو لعبت؟ تعطي خدمات رقمية جد متطورة سحابية يقدروا يستفدوا منها مختلف الفاعلين، ذو حلول رقمية فاسيلة ديبلوايي اللي غادي تمكن على أنه تسريع انتقال الرقمي للمغرب وأيضا لتصدير الخدمات للعالم.